خير على الجميع، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، الوغ انا جبرتوني دابا عاد فقت، غادي ناخد واحد الدوش خفيف، من بعد غادي ندوز نعمل ما نفطر، فهانتوما معايا. على روينه هذه، كيف ما كتشوفوا متابعي الكرام، البيت ديالي مقلوب سفاه على علاه. غادي ندوز باش غادي نطوي الحويجات ديالي، نعدل الفراش ديالي باش نبدا في العمل ديالي مباشره. غادي نقرا واحد الكتيب كنت ديجا بديتو، هو ديال ابراهيم الفقي، وكيهضر فيه على فن الفراسه. ابخي غادي ندوز باش غادي نخدم على فيديو جديد، محتوى مختلف بلمسه خاصه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وصافي هادشي اللي كاين وهانتوما معايا.
دابا غادي نهبط عند الام ديالي المطبخ ونشوف شنو كدير، وإلا كانت كتوجد شي حاجه نسرق منها المقادير او شيء من هذا القبيل. المهم غادي نحاول نعاونها ولو بالشيء القليل. كيف عارفين بزاف ديال المتتبعين وبزاف ديال المتتبعات ديالي انا حاليا عاطله عن العمل بسبب الحادث اللي وقع لي، لكن الحمد لله انا وليت بخير وعلى خير، وهذا هو الشهر الاخر ديالي، ما باقي لي والو، رجع العمل ديالي، المالات ديالي، التلامذ ديالي، لان توحشتهم بزاف بزاف. هنا متابعي الكرام غادي نشارك معكم واحد العصير منعش كيجي زوين زوين بزاف، انا شخصيا كنحمق عليه. بلا ما نطول عليكم ويلاه نكتشفوا جميع المقادير ديالو. غادي نحتاجوا واحد البنانه، واحد الليمونه كامله، حاولوا انكم تزولوا لهذيك العظمين ديالها باش ما كيطلعش العصير مر، كاس ديال السكر حسب الذوق، ساشي ديال الفاني، والقريعه ديال الماء. دونك غادي نحاول انني نخلط البنانه مع الليمونه حتى تطحن مزيان. من بعد غادي نبقى نضيف شويه بالماء، شويه بشويه شويه بشويه شويه بشويه. ابخي غادي نعمل السكر ديال الفانيليا والسكر، وغادي نخلي الكل يتطحن مره. بعد ما تطحن كل شيء الان غادي نصفيه هنايا في الصفه كيف ما كتشوفوا. ملي غادي نصفي العصير ديالي كامل، في النهايه غادي نزيد له شويه ديال سكينجبير مع شويه ديال الخرقوم. العصير ديالنا ها هو واجد، دابا جبرتوني غادي نكبو في الكويسات. بصحتكم وراحتكم، كنتمنى انكم تجربوا هذا العصير هذا، وتعطيوني الرأي ديالكم في تعليقات اسفل الفيديو.